المباراة القادمة لفريق مولدية الجزائر أمام فريق اتحاد العاصمة في الجولة 26 والعشرون من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة مع الأفضل الضغط زر ذوك القناة شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب اصطاد خمسة جويلية 1962 توقيت المباراة سوف يكون كالتالي في تم الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس المغرب و الساعة السابعة بتوقيت القاهرة و الساعة مساء مساءا بتوقيت السعودية وقطر والإمارات وسوف الإمارات سوف المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة وسوف سوف تلعب يوم سبعتاش خمسة الفين نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا اللايك و الإشتراك بالقناة و تفعيل خاص لتردد الأعداد الكل لكي توصل دائما بمواعيد و سوف القوية و المقبلة لكم مواعيد في موعد قادم